بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، نحن بهذه المجالس، بهذا المجلس المبارك الذي يمر عليه عام الآن، تتمشى ولا تقعد معنا؟ تبارك الذي يمر عليه عام حتى الآن، نحاول أن نعرف أو نكون على قدم وعلى خطى هؤلاء الذين يعرفون الدين نقيا كما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، قبل أن يحرف أو يشوه أو يستبعد جزء منه بحيث لا نرى الصورة كاملة. أهل العصر كما تعلمون لم يصبحوا على قدم أسلافهم، فوصل للكثير من أجيال المسلمين الدين محرفا أو مشوها، وبالتالي الشباب الذي يلحد هو في الحقيقة يلحد لأنه يعلم أنه يستحيل أن يكون هذا هو الدين الذي أنزله الله تعالى، ففي إلحاد بعضهم في الحقيقة بعض الحق، لأنه لم يصل له دين الله سبحانه وتعالى، وإنما وصل له التشويه والتحريف. هذا الكتاب يتناول بعض الأفكار التي سيطرت على الكثير من عقول الشباب والمتعلمين، خاصة المتعلمين في الجامعات الغربية، ويتناول أهم الشبهات التي تدور في أذهانهم. وقبل أن يجيب على هذه الشبهات يضع قواعد عامة يستطيع أو نستطيع من خلالها أن نجيب على كل الشبهات تقريبا التي تعرض لنا. كنا قرأنا هذا الكتاب والحمد لله يعني خلصنا أكثر من نصفه، والآن إحنا وقفنا فيه عند الانتباه السادس في الأصل الثالث من أصول الشرع وهو الإجماع. هو الشيخ مش هيتكلم عن الإجماع كأصل أصولي أو كأصل من أصول التشريع، ولكنه يتحدث عن القرآن، عن السنة، عن القياس، عن الإجماع بصورة أو من زاوية الشبهات التي تقال حول هذا الأصل. حضرتك لو تريد أن تتعرف على هذا الأصل من ناحية أصولية وكلام الأصوليين فيه وآرائهم فيه وكيف يطبقونه، ده هيكون في كتب أصول الفقه. طب ما احنا هنا هنتكلم عن الإجماع من أي زاوية؟ هنتكلم عن الإجماع من زاوية الشبهة التي تعرض له. ده بالضبط ما تكلمنا في القرآن الكريم كأصل، ما تكلمناش عن القرآن وتنزلاته وأنواعه وتعريفاته وكذا إلى آخره، لأن ده كله موجود إما في علوم القرآن إما في كتب أصول الفقه. أمال هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الشبهات التي يقولها ويرددها أهل العصر حول هذا الأصل. فكلامنا عن الإجماع هيبقى نفس الكلام. ومن المفترض إن حضرتك يعني عندك معلومات أولية حول هذا الأصل، وهو الشيخ بيراعي هذا، فبدينا قبل أن يورد الشبهة يورد أهم الأمور المتعلقة بالإجماع بحيث تتصور أصل الإجماع، ثم بعد ذلك تعرف الشبهة جت منين. فمن يقرأ يا شباب؟ بسم الله. الانتباه السادس في الأصل الثالث من أصول الشرع وهو الإجماع. بقي الإجماع والقياس. أما الإجماع فالمفسدة التي نرى اليوم في بابه أن الناس لا يعبدون درجته فوق رأي من الآراء، ولا يعتقدون أنه حجة ملزمة. ولا يعتقدون أنه حجة ملزمة. الإجماع
بيعرف لغة بأنه العزم والتصميم. أجمعت أمري على كذا، يعني صممت عليه أو عزمت على فعله. طيب، لما نسمع كلمة أجمع الناس على كذا أو أجمع العلماء على كذا، بعض الناس لما بيجي يقول الكلمة دي ده إجماع، أحيانا يقصد بها إن ده رأي معظم الناس أو غالب الناس. لكن لازم نفرق بين الاثنين، بين الإجماع الذي هو مصطلح شرعي له معنى محدد في لسان الشرع، وبين الإجماع الذي يتداوله الناس بألسنتهم. إن الناس عادة بتتساهل في الألفاظ وفي دلالات الألفاظ، فلما نسمع كلمة إجماع في كتاب من كتب الفقه أو الأصول أو اللغة أو الكلام، أو نشوف عالم في الشرع قاعد بيقول أجمعوا على كذا، يبقى نعرف إن ده مصطلح له معنى محدد. ما هو هذا المعنى المحدد؟ هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي أو على أمر من الأمور. ثاني، الإجماع اصطلاحا هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي أو على أمر من الأمور. فلما بنقول في التعريف اتفاق المجتهدين، دي بتفرق حاجتين، بتفرق اتفاق بعض المجتهدين، فاتفاق بعض المجتهدين على أمر من الأمور لا يسمى إجماعا، وبالتالي لا يأخذ حكم الإجماع. إيه هو حكم الإجماع؟ هنقوله بعد شوية، لكن بنحرر الأول اللفظ. فإذا قلنا مثلا اتفق الثلاثة المسلمين اليوم كلهم لا يخرجون في اتباعهم للأحكام الشرعية عن المذاهب الفقهية الأربعة، فإذا قلنا إن في علماء الثلاث مذاهب الأحناف والشافعية والحنفية مثلا اتفقوا على مسألة، الشافعية عن بكرة أبيهم والحنفية عن بكرة أبيهم والمالكية عن بكرة أبيهم، اتفقوا على مسألة خالفهم فيها الحنابلة، لا يسمى إجماع. فالإجماع هو اتفاق المجتهدين، يعني كل المجتهدين. فاتفاق الأغلب يسمى، لو قلنا إن أغلب العلماء قالوا أو ذهبوا إلى قول، ده يسمى قول الجمهور. فاتفاق الأغلب يسمى قول الجمهور، واتفاق الكل يسمى إجماعا. أنا كمسلم، ما الذي يلزمني، ما الذي أتت به الأدلة الشرعية التي أوجبت علي اتباعه واعتبرته ملزما للمسلم؟ الإجماع وليس قول الجمهور. ومن هنا بنقول إن الحنبلي ينبغي أن يظل حنبلي، الشافعي يظل شافعي حتى وإن خالفه الثلاثة. ليه؟ لأن الإجماع هو الملزم. طيب، إذن اتفاق المجتهدين قلناها تفرق حاجتين، تفرق اتفاق بعض المجتهدين، وتخرج أيضا اتفاق غير المجتهدين. فلو اتفق العوام كلهم ممن لم يصل إلى درجة الاجتهاد على قول أو على فعل أو على حكم شرعي أو على أمر من الأمور المنسوبة إلى الشرع، لا يعتد به. لو الأمة كلها، عوام الأمة كلهم أجمعوا على أمر من الأمور ولم يكن فيهم مجتهد واحد أو لم يكن فيهم المجتهدون، فاتفاقهم الآن كالعدم، اتفاقهم لا يعتبر شرعا، غير ملزم. إذن اتفاق المجتهدين بيخرج أمرين. الأمر الأول اتفاق بعض المجتهدين فلا يسمى إجماعا، ويخرج أيضا اتفاق غير المجتهدين اللي هم العوام أو المقلدين. طيب، يبقى اتفاق المجتهدين
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاتفاق المجتهدين من غير الأمة لا يعتبر ملزما شرعا للمسلم. فلو قلنا مثلا إن كل علماء الإنسانيات أجمعوا على مسألة من المسائل وقالوا إن الإنسان كان أصله إرث بما يخالف نص القرآن الكريم، هل هذا الإجماع معتبر غير معتبر؟ ليه؟ لأن المعتبر الذي يلزم المسلم شرعا هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الكافر عندنا مش عدل، الكافر عندنا ليس عدلا. من هو العدل الذي تقبل شهادته؟ يعني كلمة عدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ده الشخص المؤتمن اللي أتمن على أموالي، اللي أتمن على عرضي، اللي أتمن على في الشهادة، يعني في الشهادة وفي غيرها وفي الزواج وفي غيره. طيب غير العدل، لابد أن يشهد له عدل إنه كلامه صحيح. طبعا احنا بنقول هذا الكلام في الامور الدينيه المتعلقه بالاحكام الشرعيه او التي تتلامس مع الاحكام الشرعيه، لكن لو في امر من الامور الدنيويه لا، دي فيها سعه. الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو حق الناس به حتى وان لم يتفقوا. لو في واحد مش مسلم وانت تثق في امانته في المجال بتاعه، فالاسلام ما بيقولكش ما تتعاملش معاه. لكن احنا بنتكلم عن الاحكام الشرعيه التي اتعبد بها الى الله سبحانه وتعالى. مين اللي يقول لي الله يريد كذا او الله لا يريد كذا؟ لازم يكون واحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، قلناها دي ولا نسيناها؟ نسيناها. يبقى نضيف في عصر من العصور. معنى ذلك انه العلماء الموجودين مع بعض في حقبة زمنية معينة زي عصر الصحابة مثلا او عصر التابعين، لو اتفقوا على مسألة شرعية معينة ومات المجتهدون جميعا من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف من المجتهدين أو لم يرجع واحد منهم عن رأيه أو لم يتكلم واحد منهم برفضه لما وصل إليه هذا الكل حتى ماتوا جميعا، خلاص أصبح هذا الإجماع الذي حصل في لحظة تاريخية معينة أصبح ملزما لمن جاء بعده. طيب متى ينقض هذا الاجتماع بإجماع؟ هذا الاجماع ينقض بإجماع مثله. فإذا أجمع علماء عصر آخر على خلاف هذا القول ساعتها يبقى عندنا الآن نقض هذا الاجماع وأصبح الاجماع الأخير ملزما لمن جاء بعدهم بعد ذلك. إذن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. ليه بنقول حكم شرعي أو أمر من الأمور؟ ليه قلنا كده؟ أو دي ليس طبعا للشك ولكنها ولا للتقسيم، ولكن لبيان أن بعض العلماء قالوا هذا وبعضهم قال هذا. غالب كتب أصول الفقه بتذكر الأولى وهي أن الاتفاق يكون على حكم شرعي. من كتب أصول الفقه عنيت بماذا؟ باستنباط الأحكام الشرعية، هي قالت معظمها بيقول على حكم شرعي، لكن بعض الناس بيقول أنه الإجماع الذي وردت به الأحاديث والذي دلت عليه الآيات غير قاصر على المسائل الشرعية التي هي جزء من الدين وليست كل الدين. فلو أجمع علماء النحو على مسألة نحوية أو المفسرين على تفسير آية أو المحدثين على شيء معين أو الأصوليين على قاعدة أصولية وهكذا 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 أصبحت ملزمة لمن جاء بعده. ليه بنقول إنه الإجماع حجة؟ الإجماع حجة لأدلة كثيرة، منها أدلة شرعية ومنها أدلة عقلية. هنبدأ بالدليل العقلي. الدليل العقلي بيقول إنه الإنسان الطبيعي إذا جاءه دليلان، دليل أو قول
ذهب إليه واحد من العلماء أو اثنان من العلماء. ودليل آخر ذهب إليه كل العلماء في وقت من الأوقات. هل العقل السليم يعامل هذان الدليلان معاملة واحدة؟ يبقى إذن الوزن الأكبر موجود فين؟ مع الاتفاق، مش كده ولا إيه؟ طيب أضف إلى ذلك إن إحنا في حياتنا العادية بنتعامل بهذا، بنتعامل بأصل الإجماع، وبنتعامل بما هو دون الإجماع. لما تلاقي الناس كلهم متفقين على أمر تخاف تخالفهم، لأنك غالبا بتقول إنه الصواب مع الأكثر غالبا. فأنت قبل ما تاخد قرار مخالف بتفكر أكثر من مرة، غير لما يكون المسألة أصلا خلافية والناس مختلفين فيها، فده بيسهل عليك إنك تختار واحد من الآراء. لكن لما يكون 90% من الناس أو 85% من الناس أو 70% من الناس بيقولوا حاجة وانت عايز تعمل غيرها، ده بيخليك تفكر أكتر. لو انت في السنة العامة جايب 98.5% مجموعك يوديك طب، وكل المجتمع أبوك وأمك وأخواتك وجيرانك وأصحابك وأصحابك اللي على الكيس اللي انت عمرك ما شفتهم خالص بيخش طب، كل الناس بيقول لك طب 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 طب، وانت دماغك مش في الطب، دماغك في الهندسة او في التجارة، عايز تعمل بيزنس، مع انك مقتنع بنفسك جدا وشايف نفسك تبقى يعني هتنبغ في هذا المجال جدا، لكن تبقى ها مش واخد قرارك بحزم. ليه؟ لانه الزن على الودان امر السحر. فهو الناس بيتعاملون في الدنيا بهذا، فما بالك اذا كان محل اجماع واتفاق، لا شك ان دلالته تكون اقوى. الأدلة الشرعية كثيرة، منها آية سورة النساء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. حد يعرف يجيب لي موطن الشاهد من الآية؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن الله عز وجل في هذه الآية يأمرنا بأن احنا نكون مع المؤمنين، نتبع سبيل المؤمنين. طيب، لكن ربنا قال المؤمنين ما قالش المجتهدين، فجبنا المجتهدين منين؟ جبناها من قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالعلماء هم أولو الأمر، بعكس ما يظن كثير من الناس. كثير من الناس يقولوا أن أولو الأمر هم حكام. نعم، هذا صحيح إذا كان الحاكم مجتهدا، وهذا غير موجود بعد الأربعة. الأربعة اللي هم مين؟ الأربعة الخلفاء الراشدين، وغير موجود أيضا بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فلا يكاد يوجد حاكم في الأمة أو حكم الأمة وصل إلى رتبة الاجتهاد بعد هؤلاء. وممكن يدخل معهم سيدنا الحسن رضي الله عنه، سيدنا الحسن أيضا حكم 6 شهور، وهو خامس الخلفاء الراشدين على الحقيقة. سيدنا الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين، يليه سيدنا عمر بن عبد العزيز هو سادس الخلفاء الراشدين. غير كده افترق السلطان والقرآن كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح السلطان في حتة والقرآن في حتة، فتبقى الطاعة لمين؟ للأعلم بالشرع. يعني إذا افترق يبقى الطاعة لمن؟ الأعلم بالشرع، لأن العلماء دول هم اللي هيقولوا لي الله عز وجل يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا، يريد منا كذا ويرضى منا كذا. يبقى أولو الأمر هم من؟ هم العلماء أو الحكام المجتهدين. يبقى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. يبقى عندنا الآن أدلة القرآن هذه، وأدلة السنة أيضا، أشهرها الحديث الذي تعلمونه جميعا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو لا تجتمع أمتي على خطأ. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي، فهو النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قواعد لشكل الأمة من بعده.
مش هذا الشكل الفوضوي المهلهل اللي احنا عايشين فيه. لا، شكل الأمة حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرقيق الأعلى. ما هو هذا الشكل؟ أن هذه الأمة فيها أهل الذكر الذين يسألون فيجيبون، ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها المسلم التقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو الله والدار الآخرة، فيذهب لهؤلاء ليسألهم، وإذا سألهم خلاص أدى ما عليه. ده شكل الأمة. وبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي، إذا الأمة كما تركها رسول الله وكما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش انتخابات هي هناخد أصوات الأغلبية. لا، هو شكل الأمة هو أن في أهل الذكر المجتهدون العلماء يسألون لأنهم الأعلم بالشرع، وبقية الناس يسمعون قولهم ويعملون بفتواهم. يبقى لا تجتمع أمتي على خطأ، أو لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة. إن الله عز وجل رفع الخطأ وعصم هذه الأمة في مجموعها. العلماء كل واحد لوحده مش معصوم، ما بنقولش علماءنا معصومين أبدا، حدش قال كده خالص. لا عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل وارد منه الخطأ، كل الناس، سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، كل واحد أو كل أحد يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا القبر يشاور على قبر النبي لأنه كان في المدينة وجنبه القبر على طول. إلا صاحب هذا القبر اللي هو مين يعني؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماءنا بنقولش إنهم معصومين ولا بنقدسهم، حاشا لله، ولكن هناك فرق بين التقديس والاحترام. نحن نحترم علماءنا، نحن نقلد علماءنا، نحن نسلم لعلمائنا تخصصاتهم التي تفرغوا لها، نحن نحسن الظن بعلمائنا، لكننا لا نقدسهم، وفي نفس الوقت لا نعاملهم كغيرهم. يبقى إذن المسلم كده يعطي لكل ذي حق حقا. وسيدنا النبي أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فالعلماء ليسوا كالعوام. طيب، إذن لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلالة، معناها عصمة الأمة في مجموعها، ودي إشارة إن الأمة لن تجتمع في يوم من الأيام على خطأ. معنى إنها لن تجتمع يعني لن يكون الخطأ هو السائد فيها كلها، بحيث لا يعلم أين الحق. حتى وإن افترضنا إن الباطل أصبح هو المنتشر بنسبة 90%، لكن هيظل في الأمة، هيظل في الأمة من يعلم الحق ويعمل به. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالحمد لله رب العالمين، لن تجتمع الأمة في يوم من الأيام على الخطأ. وليس معنى التباس الحق للباطل إن الأمة تكون في فتن، هذا هو معنى الفتنة. إيه معنى الفتنة؟ إن الأمة تكون ملتبسة على كثير من الناس. ليس معنى إن الأمة فيها فتن وفيها يعني ظلام حارق والأمور مشتبهة عند كثير من الناس، ليس هذا لا يعني بالضرورة إن الحق مختفي أو ليس له وجود، بل له وجود أولا في نفسه، إذ طالما إن ربنا موجود فالحق موجود لا يختفي، إن الحق ده اسم الله عز وجل، طالما الله موجود فالحق دائما موجود. لكن قد يلتبس على غالب الناس، لكنه يستحيل أن يلتبس على كل الناس، مستحيل، لا يحدث. فهو إذا كان ملتبس على غالب الناس فهو مش ملتبس على بعض الناس. في ناس شايفينه بوضوح جدا، الأمور بالنسبة لهم أوضح من الواضحات، زي ما هي بقدر ما هي ملتبسة عندك بقدر ما هي عند هؤلاء أهل الله الربانيين والعلماء العاملين، بقدر ما هي عندهم أوضح من الواضحات، لدرجة أن الواحد منهم ممكن يستغرب إزاي الناس مش شايفين الأمور بهذا الوضوح. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالحق الحمد لله موجود إلى قيام الساعة. هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذا من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة. من هنا
بناء على هذه الأدلة العقلية وهذه الأدلة النقلية وغيرها، يعني الأدلة في الحقيقة أكثر من هذا. التفاصيل في كتب الأصول. بناء على هذا العلماء قالوا أن الإجماع حجة ملزمة، بل اعتبروا أن الإجماع دلالته قطعية، دلالته قطعية. يعني لما أقول لك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة من حيث اللغة دلالتها ظنية، حيث اللغة ليه؟ لأن الأمر في اللغة العربية يقتضي إما الأمر أو الإرشاد، مش كده ولا إيه؟ الأمر في اللغة العربية، الناس اللي بيدرسوا بلاغة اللي بيدرسوا أغراض الأمر، مش كده؟ والأمر قد يراد به له أغراض كثيرة. فلما ربنا يقول وأقيموا الصلاة دي هذه آية أو هذا جزء آية دلالته عند أهل اللغة ظنية، يعني تحتمل أن يكون الأمر فيها للوجوب، وتحتمل أن يكون على سبيل الإرشاد. عشان كده لما حضراتكم هتيجوا تدرسوا في كتب الفقه هتلاقوا حاجة عجيبة جدا. إيه الحاجة العجيبة؟ إنك كنت بتدرس مثلا في باب الصلاة هتلاقي أول حاجة بيعرف الصلاة، تاني حاجة يقول لك دليل مشروعية الصلاة، يعني إحنا ليه بنصلي؟ يقول لك الكتاب دليل مشروعيتها، الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع هنا كنا زمان وإحنا في الثانوي لما نقراها في الكتب ما نبقاش فاهم منه، يعني ما لهاش موقع من الإعراب الحي. يعني إذا قال الله وقال رسوله يبقى العلماء إيه لازمتهم بقى هنا؟ خلاص الأمر منتهي. فليه تقول لي الإجماع؟ ليه تقول لي الإجماع؟ ما لهاش لازم. فلما سألنا وعرفنا العلماء قالوا لنا، مشايخنا قالوا لنا إن الإجماع فائدته ماذا؟ تحديد دلالة الألفاظ وإخراجها من الاحتمالية. فإذا كان وأقيموا الصلاة يحتمل الإرشاد من حيث اللغة ويحتمل الوجوب، وإذا كان قول النبي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحتمل كذا وتحتمل كذا، فإن الإجماع هو الذي يختار واحدة من هذه الاحتمالات ويقول هذا هو المراد يقينا. جبتوا منين؟ من فعل الرسول ومن غضبة عليه، ومن فعل الصحابة ومن غضبهم عليه، ومن توعد الرسول بتاريخه بكذا إلى آخره، وعلى هذا فقس. يبقى إذن الإجماع دلالته قطعية. حتى العلماء اللي بيتكلموا عن الثابت والمتغير مثلا، يقول لك إيه هو الثابت في الشريعة وإيه هو المتغير في الشريعة. بعضهم قال إن الثابت هو المجمع عليه، الثابت هو المجمع عليه، ده واحد من صدقات الثابت. المتغير غير ده. طبعا من الثابت أيضا ما كانت دلالته قطعية ولم يجمع عليه. طيب يبقى إذن الإجماع حاجة مهمة جدا ومعتبرة جدا، ودل عليها الشرع ودل عليها العقل، لدرجة أن بعض الناس اللي بيحبوا يعبروا بتعبيرات عصرية قالوا أن الإجماع هو هوية الإسلام، هوية الإسلام. يعني هوية الإسلام يعني بلا إجماع لن يكون بين هذه الأمة أمور مشتركة. فالإجماع هو هوية الإسلام. لذلك أي حد الآن يريد أنه هو يهدم الدين ماذا يفعل؟ أول حاجة يعملها يقعد يشكك في الإجماع كأصل من أصول الشريعة. فمفيش حاجة اسمها الإجماع. يقعد يتكلم عن اختلافات الأصوليين نفسهم التي أوردوها هم في كتبهم حول نقاشات طويلة عريضة حول إمكان الإجماع وحول إمكان انعقاده، يعني وإمكان وقوعه، وهل السكوت لما حد من العلماء يسكت والباقي يدلي بدلوه هل يعتبر الساكت مع المجمعين ولا مخالف للمجمعين؟ مسائل أصولية خلافية طويلة عريضة. هم نفسهم اللي اعترفوا بأن الإجماع أصل من أصول التشريع هم اللي جابوه. فحضرتك ما تجيش تجع مياه في حارة السقايين، إن هم اللي جابوا هذه الخلافات، وهم أنفسهم بعد أن أوردوا هذه الخلافات
قالوا إن الإجماع حجة من حجة الدين إذا ثبت. إذن الإجماع هو هوية الدين، وأي حد يريد أن يخرب يبدأ بماذا؟ بهذا الباب، باب الإجماع. فإذا قلنا له ده الحجاب فرض مثلا، وإذا قلنا له إنه الحدود الشرعية الواردة في القرآن والسنة طبقها الرسول وطبقها الصحابة وأجمعوا عليها ولم يعلم لهم مخالف، يقول لك ما هو الإجماع مش حجة، احنا أهم حاجة عندنا ألفاظ القرآن هو اللي ملزم بس. فنقول له طب ألفاظ القرآن واضحة وصريحة، يقول لك ما هي دي كانت لبيئتها بس زمان. فهو ايه يقعد يتخصى منك كده واحدة واحدة، ليه؟ لأنه صاحب غرض وصاحب هوى. هم دول العلماءنا قديما في كتب الليل والنحل كانوا بيسموهم أهل الأهواء. يعني ايه أهل الأهواء؟ يعني واحد داخل البحث بغرض مسبق، يعني عنده النتيجة ويبحث عما يوافقها، يعني هو عنده النتيجة سلفا، يعني هو سلفا مش عاجبه فكرة الحجاب، سلفا مش عاجبه فكرة ان يكون فيه في الشريعة رجل، سلفا مش عاجبه ان يكون المرأة على النصف من الرجل في الميراث، سلفا في 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 مسائل محددة او في مواقف محددة، سلفا مش عايز يكون في الدين حاجة اسمها حجاب، سلفا مش عايز يكون في حاجة اسمها خمس صلوات في اليوم والليلة، وهكذا. وهو سلفا محدد موقفه، وبعدين علشان يعمل نفسه مجدد ويقرأ الشريعة او التراث قراءة جديدة، فيروح ايه يبحث في زوايا الكتب عن بعض الحاجات التي يظن انها توافقه وهي لا توافقه ولا حاجة. فالإجماع أصل من أصول الشريعة المهم جدا. فهنا الشيخ بيقول لنا إيه؟ فالمفسدة التي نرى اليوم في بابه أن الناس لا يعدون درجته فوق رأي من الآراء ولا يعتقدون أنه حج. فهو لما تقول لحد ده إجماع يعتبره كده كأنه ولا سمع حاجة، يعني إيه حاجة عادية، يعني كأنك بتقول له ده فلان قال. والإجماع ليس على درجة واحدة مع قول الجمهور، وليس على درجة واحدة مع قول أي واحد من المجتهدين. الإجماع ملزم، إجماع حجة قطعية، أما غيره فليس كذلك. لذلك العلماء حتى اتكلموا عن حكم من يخالف الإجماع، وحكم من يخرج عن القطع، وفرق بين ما إذا كان هذا القطع مجمعا عليه فقط أو مجمعا عليه وهو مما يعلم من الدين بالضرورة. فإحنا عندنا القطع نوعين، القطع العلماء بيقولوا نوعين، معلوم من الدين بالضرورة، القطع من الأحكام، يعني القطع من الأحكام معلوم من الدين بالضرورة. اثنين، قطعي لأجل الإجماع. المعلوم من الدين بالضرورة دي درجته أعلى من الإجماع. يعني لو حابب كده ترتب قوة الآراء الموجودة في الدين عندنا في الشريعة أو في الأصول أو في غيرها، هترتبها على النحو الآتي. رقم واحد في القوة المعلوم من الدين بالضرورة، رقم اثنين المجمع عليه، رقم ثلاثة قول الجمهور، ثم بعد ذلك أقوال المجتهدين. وقول غالب المجتهدين خير من قول بعض المجتهدين. المعلوم من الدين بالضرورة بيمتاز عن الإجماع بأنه، ليه بنقول أنه أقوى؟ لأنه لا يكاد يجهل لأحد، لا يعرفه العامة والخاصة، مش محتاج حد يكون عالم بالشريعة حتى يعرف أن هذا من الدين. فكل واحد ولد بالمسلمين عارف أنه الصلاة من الدين، صيام رمضان من الدين، المرأة المسلمة تتحجب وهذا من الدين. دي كلها أمور إيه؟ معلومة من الدين بالضرورة، يعني عدت مرحلة الإجماع كمان. بدئيات يعلمها المسلم العامي والمجتهد. فمنكر المعلوم من الدين بالضرورة يقولوا كافر،
من أنكر معلوما من الدين بالضرورة ده خرج من الملة. أما منكر الإجماع فقالوا لا يكفر، عذروه الحمد لله. ليه؟ قال لك لأنه وإن كنا نقول إن الإجماع دلالته قطعية إلا إنه في خلاف، وإن كان خلاف فيه ضعيفا. إنه خد بالك المسائل العلمية ليست على درجة واحدة أيضا، مش كل مسألة اختلف فيها العلماء درجة الخلاف فيها على نفس القوة. في خلاف في بعض المسائل خلاف قوي، يعني أدلة هؤلاء قوية وأدلة هؤلاء قوية، وفي بعض المسائل خلاف فيها ضعيف، يعني خلاف قوي في جانب، أدلة قوية وكثيرة في جانب، والفريق الآخر أدلته ماذا؟ أدلته ضعيف. فده يقول لك خلاف ضعيف. لكن العلماء لأنهم أمناء مع أنفسهم أولا وأمناء مع الأمة ثانيا، فهو يريد لك رأيه القوي، يقول لك والمسألة فيها خلاف، ما أقدرش، دي أمانة، ما أقدرش أنفي إن في رأي ولو ضعيف. إن المسألة الأمر دين، مش مسألة إن والله إحنا أحسن من غيرنا أو أنا رأيي بتعصب له وخلاص، لا، الأمر دين. فوإن كان الخلاف في الإجماع ضعيفا إلا إنه في خلاف، في خلاف في إيه؟ في إمكان انعقاده، في خلاف في وقوعه، في خلاف في وقوعه في المسائل المحددة. يعني في مسائل محددة تيجي تقول والله هذه فيها إجماع، يجي عالم تاني يقول لك والله أنا لا أقر أن فيها إجماع من فلان خالص، وهكذا. يبقى إذن الإجماع أصل من الأصول التي اتفقت الأمة عليها، فالإجماع موجود عند الشافعية، أصل من أصول الشافعية، الإجماع أصل من أصول الحنفية، الإجماع أصل من أصول الحنابلة، الإجماع أصل من أصول المالكية، والإجماع أصل من أصول الظاهرية، يعني الظاهرية ابن حزم الظاهري وداود الظاهري، هذا المذهب الذي انقرض ولم يبق له الآن إلا بعض الأتباع هنا وهناك، نفر نفرين هنا في مصر وشوية زيهم في المغرب وشوية زيهم في السعودية، وهم في الحقيقة ليسوا ظاهرية، وإنما هم يقرؤون كتب ابن حزم ويقلدونه في بعض المسائل. الظاهرين انكروا الإجماع، وإنما انكروا القياس، انكروا القياس كأصل أصول الشريعة، ومع ذلك العلماء اعتبروا خلافهم ضعيف، عشان كده قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظري. فالإجماع أصل من أصول الشريعة، اتفقت على هذا كل المذاهب الإسلامية حتى عند الشيعة يا مؤمن، حتى الشيعة يعتبروا أن الإجماع حجة شرعية، لكنهم اشترطوا فيه شروطا خاصة، اشترطوا فيه شروطا خاصة، ومنها مثلا أن يكون الإمام المعصوم، هم عندهم مجموعة من الأئمة كده يعتبرهم معصومين، الإمام المعصوم واحدا من المجتهدين، فيبقى لأجل الإمام المعصوم هذا القول من الشرع. فإذا لا ينبغي لمسلم عاقل لما نقول له هذه المسألة مجمع عليها أو يأخذ فيه إجماع في هذه المسألة، لا ينبغي أبدا يقول لك طب ما عادي، لا مش عادي، عادي يتقولها لي في المسألة لما أقول لك والله دي فيها خلاف من الشافعية والحنفية، أنا عايز أربي كلب مثلا، أو أنا بحب الكلاب، أو عندي فيلا في التجمع الخامس مكان لسه ما اتبناش وصحرة ولازم أجيب كلاب، وأنا بيحبوني وكل لما يشوفوني يجوا يحضنوني، ان هو الكلام عندهم وفاء فبيعملوا معاه كده، فنقول له والله يا اخي العزيز المساله خلافيه، الشافعيه يقولون بنجاسه الكلب كله، لكن انت والله تراب تريد بهذا، فاحنا بنقول لك من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من اجاز، عندك الساده الملكيه رضي الله عنهم اخواننا وحبايبنا قلدهم في المساله دي عشان تخرج من الورطه اللي انت فيها، لان برضه احنا مش هنكون سعداء كشافعيه ان الفيلا بتاعتك تتسرق، فبنغلب هنا ايه، بنقول لك المسألة ايه، مسألة خلافية، لكن لما اقول لك المسألة اجماعية، لا دي بقى يعني ايه، لازم تقف عندها وقف، فلا ينبغي ان تعامل كالمسائل الايه، كالمسائل الخلافية. المسلم الذي يريد الله والدار الاخرة
يتعامل مع الأمور هكذا. الإجماع ليس كالمسائل الخلافية، المسائل المجمع عليها ليست كالمسائل الخلافية. طيب تفضل يا فندم. إن حجية الإجماع مسألة نقلية، بمعنى أن عنادها على النقل. فرجعنا إلى النقل فوجدنا فيه أن ما اتفق عليه علماء الأمة في عصر من الأعصار يجب اتباعه، والعمل بالرأي مع تحقق الإجماع على خلافه، والعمل بالرأي مع تحقق الإجماع على خلافه ضلال، سواء كان الأمر يتعلق بالعقيدة أو العمل. وقد ذكر النقل والاستدلال به على ذلك في كتب أصول. يعني في كتب الأصول تفاصيل كثيرة جدا حول الأدلة التي اعتمد عليها العلماء في قولهم إن الإجماع حجة شرعية ملزمة للمسلم. هيدينا هنا سؤال مهم قوي، مش عارف ليه محدش بيتحركوا سأل لحد دلوقتي. بس خلينا أول نقرأ الأدلة في الهامش وبعدين نثير هذا الإشكال ونجيب عليه. قال المحلاوي في تسهيل الوصول إلى علم الأصول: الإجماع في اللغة يطلق على العزم على الشيء والتصميم عليه، يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، ويطلق على الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا، وهو بالمعنى الأول يتصور من واحد، وبالمعنى الثاني لا يتصور إلا من متعدد، فهو أنسب بالمعنى للصلاح. وفي الاصطلاح الأصوليين هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي. والإجماع حجة شرعية مثبتة للحكم قطعا بحسب وضعه كرامة، مثبتة للحكم قطعا بحسب وضعه، مثبتة للحكم قطعا بحسب وضعه كرامة لهذه الأمة، وإن كان في بعض المواضع لا يفيد القطع بسبب العارض كالإجماع السكوتي والدليل على حجية الإجماع. الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي العلماء بيقسموا الإجماع إلى نوعين: إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي أن يصرح العلماء برأيهم في مسألة معينة، كل واحد يصرح قولا، ده طبعا أقوى. الإجماع السكوتي أن شخص أو واحد من المجتهدين يدلي بدلو في مسألة معينة والباقي يسكت، فالعلماء بيعتبروا سكوت هؤلاء العلماء الآن موافقة على قول هذا المجتهد. طب ليه بيعتبروا سكوتهم موافقة؟ لأن هم بيعتبرهم علماء ومجتهدين، لا يجوز لهم السكوت على الضلال، لا يجوز لهم السكوت على الضلال. فلو كانوا لو كان واحد منهم رأى إن هذا القول ضعيف أو لا يجوز القول به أو كذا إلى آخره، كان أدلى بدلو وأصبحت مسألة خلافية. لكن طالما سكت يبقى معناها انه ايه؟ انه موافق. من جهه ثانيه العلماء بيقولوا لا ينسب لساكت القول، ما يقدرش تقول موافق ولا غيره. لذلك كان الاجماع السكوتي اضعف من الاجماع القولي. طيب قوله تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية إنما تكون باعتبار كمالهم في الدين، فيكون إجماعهم حجة، لأنه لو لم يكن إجماعهم حقا وحجة لكان ضلالا، فكيف تكون الأمة الضالة خير الأمم. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني: استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه على حجية الإجماع بهذه الآية، فعن المزني أنه الموزني أنه قال: كنت عند الشافعي يوما فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده عصا، فلما رآه ذا مهابة استوى جالسا وكان مستندا لاسطوانة وسوى ثيابه، فقال له: ما الحجة في دين الله تعالى؟ قال: كتابه. قال: وماذا؟ قال: سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال وماذا؟ قال اتفاق الأمة. قال من أين هذا الأخير؟ أهو في كتاب الله تعالى؟ فتدبر ساعة ساكتا فقال له الشيخ أجلتك ثلاثة أيام. مفهوم يا جماعة حكاية؟ واحد جي بيسأل يوم الشافعي ما الحجة؟ يعني ما الذي يعتمد عليه في معرفة الدين؟ قال له القرآن، ثم قال له السنة، ثم قال له الشافعي، من خلال معرفة بسير الصحابة وتصرفاتهم في الأحكام، والتابعين وتصرفاتهم في الأحكام، ودلالات النصوص الكثيرة أن اتفاقهم حجة. لكن في هذه اللحظة ما كانش عنده دليل واضح، يعني هو عنده مجموعة من الأدلة والقرائن الكثيرة التي من خلالها وصل لهذا القول أن الاتفاق حجة. لكن هذا الرجل مش هنقدر نشرح له أصول فقه ولا أصول حديث، وعايز إيه إجابة؟ عايز إجابة مباشرة. فالراجل بيقول للشافعي هنا فتدبر ساعة ساكتة، يعني قعد كده شوية ساكت، ما جاوبش على الرجل، مش لاقي إجابة مباشرة تقطعه أو تجيب عن سؤاله، لأنه عايز يجاوبه على إجابة ما تخليش يسأله سؤال تاني. فقال له الشيخ أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن، فإن جئت بآية وإلا فاعتذر الناس. فاعتذر الناس يعني أنت دلوقتي بتقول كلام ليس لك عليه دليل، فلا تصلح أن تتصدر، عامل لنفسك شيخ ليه؟ فمكث ثلاثة أيام. شايفين كمان الأمة كان عندها وعي إزاي؟ دول العوام. دلوقتي احنا بنسمع أي واحد صحفي ونعتبر إن كلامه صح، ليه ما تفهمش؟ هو شكله حلو، أي حاجة بيطلع في التلفزيون، أي حاجة. فمكث ثلاثة أيام لا يخرج. مين لا يخرج؟ سيدنا الشافعي رضي الله عنه. وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد تغير لونه، فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس وقال حاجتي. إجابت السؤال؟ فقال نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى إلى آخر الآية. مش تصدر نكمل الأدلة على حجية الإيمان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شد شد إلى النار. قال الشيخ عبد الحليم اللكنوي رحمه الله في تعليقه على نور الأنوار إن هذا الحديث متواتر معنى. إيه هو الحديث المتواتر؟ أحسنتم، ما رواه جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواترهم على الكبير. العلماء بيقسموا التواتر إلى نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي يعني الحديث بيروى بلفظه عن جماعات، إن زي القرآن كده، القرآن متواتر لفظا. زي مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتوأ مقعده من النار، متواتر ومروي بهذا اللفظ. وفي حديث أخرى متواترة معنا، يعني بيختلف بعض ألفاظها لكن بتتفق في المعنى، في المحتوى، في المفهوم الذي تريد أن توصله. فهذا الحديث من هذه الأحاديث، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، أو إن الله لا يجمع أمتي على خطأ، هتلاقيه ورد بأكثر من لفظ، لكن ورود هذه الألفاظ المختلفة كلها متفقة في ماذا؟ متفقة في معنى واحد، ستكون متواترة معنى وإن أتت مختلفة الألفاظ. ماشي. وفي تعليقات الشيخ؟ وفي تعليقات الشيخ عبد القادر الأرناؤوط على جامع الأصول، وقال السخاوي رحمه الله في المقاصد وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. فمن الأول في المرفوع وغيره، يعني روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على بعض الصحابة. فمن الأول أنتم شهداء الله في الأرض، ومن الثاني قول ابن مسعود إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله فإن لم يجد ففي سنة رسول الله
فإن لم يجد فيها فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون وإلا فليجتهد. ومنها قول سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. المسلمون أيضا يراد به علماؤهم كما قلنا. ماشي. فكما أن كتابا في القانون إن كان حجة فإنه يجب عليه العمل بجميع مواده، كذلك لما كان القرآن والسنة حجتين يكون جميع قوانينهما وموادهما أيضا حجة، ومن قوانينهما أن الإجماع حجة قطعية فيجب العمل به. يعني الشيخ عايز يقول لك هنا أن أصل الإجماع مش منفصل عن أصلي الكتاب والسنة، يعني هو الحجة أساسا للقرآن والسنة، يعني دولة القرآن والسنة دول الأدلة الأصلية، بقية الأدلة متفرعة أو مأخوذة من القرآن والسنة. فالإجماع دل عليه القرآن والسنة، القياس دل عليه القرآن والسنة، الاستصحاب دل عليه القرآن والسنة إلى آخره. يبقى الإجماع من أين أخذت حجته؟ من القرآن والسنة. طيب إذا كان القرآن والسنة حجة، إذا ما دل عليه أيضا يكون حجة. والمخالفة فيه عين مخالفة القانون الإلهي كما هو ظاهر وواضح. ولئن لم تكن حجية الإجماع ثابتة بالنقل فإن القانون الفطري العقلي يجبرنا على قبوله. يعني على فرض إن الإجماع ما فيش عليه أدلة نقلية فهو قانون فطري عقلي. وإحنا قلنا قبل كده حضراتكم كذا مرة إن الكثير من القواعد التي بنيت عليها هذه الشريعة هي قواعد إنسانية، قواعد إنسانية يعني تتفق مع العقل السليم، مع الفطرة السليمة. ربط الأحكام بعللها قاعدة إنسانية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة إنسانية، أخذ الأحاديث أحاديث الآحاد والعمل بها قاعدة إنسانية، القياس قاعدة إنسانية، الأخذ بالإجماع قاعدة إنسانية، الأخذ بقول الجمهور قاعدة إنسانية، والكلام ده شرحناه أكثر من مرة. ماشي. فإننا نرجح، فإن القانون الفطري العقلي يجبرنا على قبوله، فإننا نرجح رأي الأغلبية على الرأي المنفرد في معاملاتنا وعقودنا، ونجعل الرأي المنفرد كمعدوم. فما بالك بالإجماع الذي يفوق أغلبية الرأي بكثير، لأنه اسم لاتفاق علماء الأمة، فكيف يكون مرتبة الرأي المنفرد أو مرجوحا منه؟ فكيف يكون على مرتبة الرأي المنفرد أو مرجوحا منه؟ يعني العقلاء لا يفعلون هذا، لا يجعلون آراء المتفقين كآراء الفرد، فضلا عن أن يجعلوا آراء المتفقين أقل من آراء الفرد. نقف هنا ونكمل الانتباهات إن شاء الله في المرة القادمة. كان في عمر ما هو الاستشكال؟ اكتبوا هذا السؤال عندكم ونبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله. إذا كانت الحجة في القرآن والسنة وإذا كان العلماء غير معصومين، فكيف نؤمر باتباع غير المعصومين؟ إذا كانت الحجة في القرآن والسنة وإذا كان العلماء غير معصومين فكيف نؤمر باتباع غير المعصومين؟ وهل يكون أو هل تكون الدعوة للأخذ بالإجماع كهنوتا في الإسلام؟ يعني إيه كهنوت؟ يعني إيه دينا كهنوت؟ شكلك عارف. يعني إيه كهنوت يا جماعة؟ كهنوت يعني إيه كهنوت؟ يعني قال أتفضل يا فندم. إيه؟ تشريع للبشر، تشريع للبشر زي بالضبط في الديانة المسيحية. عندهم كهنوت. يعني كهنوت يعني إذا قال البابا فلا يصح أن تقول الماما، خلاص قال البابا انتهى الأمر، حدش يقول البابا ولا الماما، حدش يقول بعديه كلامه إيه؟ كلامه خلاص، هو الناطق
باسم الله. فهل القول بالإجماع، هل القول بالإجماع كهنوت في الإسلام؟ هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. من الذين غير المعصومين؟ المعصومين مش المسلمين. العلماء غير معصومين ولا معصومين؟ ما ده اللي هنقوله بقى المرة الجاية إن شاء الله في الحلقة القادمة. المرفوع نعم ده حديث، الثاني حقول سيدنا عبد الله بن مسعود موقوف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.